سوق الإمارات، كانت التداولات ضعيفة في مطلع التداولات ولكن تغيرت الصورة. سوق دبي يقلص من المكاسب التي وصل إليها عندما تخطى المؤشر مستويات 4226 نقطة، الآن مكاسب 16% فقط لمؤشر السوق أرابتك. تذبذب واضح اليوم كان السهم فيه بعض الارتفاع عندما وصل إلى مستويات 4.96، يعود يسجل تراجع. أعمار السهم اقترب من مستويات 9 دراهم أو حتى تخطى هذه المستويات عندما وصل إلى 9 دراهم وخمسة فلوس، الآن يعود إلى 8 دراهم 93 فلس. سهم الإمارات دبي الوطني من الأسهم التي تسجل بعض المكاسب. في أبو ظبي أسهم الدار تسجل بعض الارتفاعات اليوم 16%، شارقة الإسلامي مكاسب قوية 6%، أسهم إشراق مستقرة خلال التداولات، دانا غاز استقرار بعد تراجعات الأمس، البنوك جو إيجابي نسبيا، أبو ظبي التجاري يسجل ارتفاعات 14%، وبنك الخليج الأول أيضا على مكاسب بأكثر من 1%.